حقيقة النهاردة احنا هنفتح موضوع غريب جدا ومثير جدا، هو عالم المقابر، عالم غريب مليء بالمتناقضات، صرخة هنا وضحكة هناك. يمكن احنا البلد الوحيد في العالم اللي أهله بيزحموا الموتى في عيشتهم في داخل المقابر. تعالوا نروح ونسمع ونشوف هذا العالم من عم أحمد الطربي، راجل له باع طويل بيشتغل في المقابر أكثر من 40 سنة، لكن هيحكي لنا حكايات غريبة ومثيرة عن عالم المقابر. أهلا بحضراتكم، احنا النهاردة في مقابر السيدة نفيسة، والحقيقة سبب وجودنا هنا ان في رجل تربي موجود هنا من سنين طويلة جدا، عمره 65 سنة، اسمه أحمد أنس. أحمد أنس تربي يعني دفن أموات كثيرة جدا في هذه المقابر اللي احنا هنخشها دلوقتي، لكن الملفت للنظر الحقيقة ويمكن ده سر وجودنا النهاردة هنا، ان هو مر بتجارب يعني قد تكون مثيرة جدا وغريبة جدا في عالم الدفن وفي عالم تكفين ودفن الأموات في المقابر. وقد تكون هذه الحقيقة يعني اللي احنا سمعناه أو اللي هو قاله لنا قد يكون يعني واقع وقد لا يكون غير واقع، لكن في الأول وفي الآخر أنا بشوف دايما أن احنا بنقدم للمشاهد كل المعلومات اللي بتجينا، ودايما الحكم هو المشاهد اللي بيسمع وبيشوف ويقدر يقرر صحة الكلام من عدم. تعالوا مع أحمد أنس من أكبر الترابية في مقابر السيدة نفيسة، نسمع منه عجائب المقابر، نسمع منه قصص غريبة جدا وحواديت يشيب لها الولدان. السلام عليكم حاج أحمد أنس. أهلا بيك سيدي، ازي اخبارك؟ تشرفت المنطقه كلها بتاعت سيدنا نفيسة، الحمد لله. الله يخليك، احنا ممكن نقعد معاك شويه نتكلم؟ انت ساكن فين اولا؟ انا هنا اهو. دي في مقبره، السلام عليكم يا حاجه. دي مقبره؟ اخت مراتي ومراتي. بقالك كام سنه في المقابر هنا؟ انا بقالي 65 سنه اتولدت هنا. 65 سنه، وكم سنه تربي؟ لا 40 سنه. 40 سنه، يعني ابا عن جد ولا ابا عن جد؟ انتوا دايما بتاخدوا الترابيه ابا عن جد؟ طبعا. طب عايزين نقعد كده نتكلم مع بعض شويه. الحقيقه انا جاي لك النهارده عشان اسمع منك، لان انا الحقيقه اللي سمعته عن الحاجات اللي انت شفتها واللي مرت عليك على مدار ال40 سنة اللي اشتغلتها كتربي خلتني احب ان انا اجيب نفسي واسمع منك اكتر عشان اعرف. شرفت المكان كله والسيدة نفيسة كلها. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. وانا دايما اتفرج عليك. الله يخليك. وربنا يقدرك على الطيب دايما. الله يخليك يا عم احمد. اولا يعني كلمني يعني عن طبيعه عملك، انت اشتغلتها ازاي وبداتها ازاي عمل التربي؟ من زغري وانا قاعد شغال مع عمامي واولاد عمي، والدي كان توفى وكل حاجه، وبعدين اتجوزت هنا وخلفت 4 عيال بنات وولد. قبل ما اخش معاك في التفاصيل الحاجات اللي شفتها، عايز اعرف احكي لي بالظبط ايه اللي بيحصل مع الميت من ساعه ما بيجي لك البلاغ لغايه ما بتتفهم. بيجي يعني حاجات حوادث اللي هو مضروب واللي مقتول والبتاع والحاجات دي كلها تعرض علينا عشان خاطر ان احنا ندفنها. يجي السبق وبتاع مش عارف ايه، بنفتح مثلا حوش فلان فلاني، مثلا باجي بفتح ايه اللي اتعرض بقى في المواقف اللي انا المده ال40 سنه اللي انا شفتها. لا قبل ما تحكي لي مواقف احكي لي انت بتعمل ايه، التربي بيعمل ايه؟ التربي بيجي لي مثلا بيقول لي ان انا مثلا ايه، في والدتي توفت، افتح لي انس مثلا. حاضر. احنا العيله مشهوره بعيله انس كلنا، خدت بالك؟ باجي طبعا عشان اجي افتح التربه واروق وبتاع. بتروق ازاي بقى؟ بنزل بيبقى التربه فيها مليانه، بشيل الميت اوسع عشان خاطر انيم التاني. خدت بالك سيادتك؟ باجي بقى ادفن بعد كده اهوت. وبعد هو المفروض ان الميت عاده بعد ما يدفن بقد ايه يبدا الجسم بتاعه يتحلل بخبرتك يعني؟ 3 شهور. يحصل ايه بعد 3 شهور يعني؟ العظم بيبقى عظم في الكفن. يجي بعد كده اهوت، يجي ميت مثلا بعديه 3 شهور يكون بقى عظم.
ولا بياخد فترة أطول من كده؟ لا، هو 3 شهور. ده أنا بدي لك 3 شهور لأنه هو بعد شهرين بيكون دود نهى عليه. أول ما بينزل الميت أول حاجة يعني بيتم تأكلها في الجسم إيه بقى بخبرتك برضو؟ والدود بيجي منين؟ أول حاجة اللي هي بتيجي تبص الميت بيتنفس من تحتي، بيتعمل زي القرطاس، والدود طبعا يأكل يوم يخرم، يروح إيه بعد ما بيتنفخ يروح طبعا مهوى. بعد كده بقى بيبدأ بقى الدود يأكل في قلب الإيه البصة. يخش منين بقى الدود؟ هو الدود أو الذباب، أو الذباب اللي بيقولوا عليه. أساس الدود بيبقى في معدتنا. طبعا بيبقى بيحصل عفونة، بيتنفخ الميت لأن أنا بهوله الكفن عشان ياخد راحته، فبيتنفخ خالص. يعني أنت لما بينزل الكفن عندك بيكون مربوط؟ بيجي مربوط متربط. بيجي أنا بقى بحل اللي عند الرجلين وعند النص وعند الفترة بتاعت الدماغ. تمام، خدت بالك؟ بفككهم وهوي وعريه، أشيل القطن من على وشه وامسح له مثلا وشه وأشهد له وبتاع، وعدله بقى على القبلة اليمين، خدت بالك؟ على دراعه اليمين كده وكتف، وأحوله وأروح أعمل له شوية الرمل من تحت منه يتجنب. كده بقى تبص لإيه اتنفخ. بعد كده بيطلع إيه من تحت، بيطلع زي القرطاس جلد الدود بقى يطلع، وأروح واكل فيه يروح متنفس كله. بدأ بقى ان الدود ياكل في قلب الايه الجثه نفسها مده مثلا ايه شهرين يتصفى بقى ايه في الاخر. ثالث شهر ده بقى اجي لو جه ميت ولا حاجه بشيله وبحط مطرحه. غير كده بيبقى لحد الـ40 لو جه ميت تاني ما تطقش ان انت تنزل. ليه بقى؟ العفونه جامده بتخش في النخاشيش وبتعمل امراض، فأنا بضطر لما باجي انزل بقى شويه سبرتو ولا اي حاجه وبعمل وشي بيه وبنزل. بس لما بتنزل بقى في لغايه الـ40 بيبقى الجسم بيتحلل قدامك. شايفه بيتحلل؟ يعني شايف الدود بياكل فيه؟ بشوف لما الكفن بيبقع من الدم والصديد والبتاع.